ازاي نستعمل ام ار اي في تشخيص الام اس، والحقيقه مش بس في تشخيص الام اس، في تشخيص الليمكس، الحاجات اللي بتلخبطنا اللي بنشوفها في بيشنتس نبتدي نتشكك يا ترى البيشنت ده ام اس ولا واحد من الديزيزز اللي ممكن تكون شبه الام اس. ايه الحاجات اللي هنتكلم عنها النهارده؟ هنتكلم عن الام ار اي تكنيك، هقول لكم بريفلي هو عباره عن ايه، ايه التكنيكس اللي احنا بنحب نستعملها في الام اس بيشنتس، ايه الجايد لاينز اللي بنستعملها عشان نشخص الام اس، ايه هي الديفرنشيتنج كاركترز لكل مرض احنا بنحطه كام اس ليميت، واخر حاجه ازاي نستعمل الام ار اي ده في المونيتورنج لاور ديزيز ميديفاين ثيرابيز. طيب هو دايما محاضرتي الحقيقه انا بحب ابتدي بالتاريخ، هنتكلم شويه عن الهيستوري، هنقول ايه عن الهيستوري، هنقول مين اللي شخص اول حاله ام اس في التاريخ. الحقيقه في الفرنش نيورولوجيست دكتور شاركوت، شاركوت طبعا في حالات كثيره جدا عندنا في النيورولوجي شاركوت كده. اول حاله جت لدكتور شاركوت هو ده فرنش نيورولوجيست في سنه 1868، جاله بيشنت في ميل بيشنت جايه بكده كومباينيشن اوف بيزار سيمبتومز، ابتدى يحط كل الاحتمالات وكل الديفرنشال دايجنوزز، ما كانش في عنده حاجه واضحه، وابتدى يستعمل تريتمنتس مختلفه اللي كانت متاحه زي انجكشن اوف سيلفر، يدي الكتريك ستيميليشن، ما كانش في حاجه بتنجح، لغايه ما البيشنت للاسف دايد ان هي جت ذا برين، وابتدى يعمل يشوف الليجنز اللي موجوده اللي عامله ان نيوترال كومباينيشنز، ولقى في البرين ده الباثولوجي اللي هو شافه، لقى سكليروزز اند بلاكس، ومن هنا ابتدى المالتيبل سكليروزز او كان زمان بيبقى اسمه ديسيميليتد سكليروزز، لان كان في ديفرنت باتشز ان ديفرنت ارياز اوف ذا سنترال نيرفس سيستم. عايزاكم تفتكروا دايما لما نتكلم على الدي مايلينيتنج ديزيز، هنتكلم على الدي مايلينيتنج ديزيز اتس نوت اونلي ام اس، ما تنسوش المعلومه دي. دايما لما نتكلم دي مايلينيتنج اول حاجه تخطر في ذهننا هي الام اس، احنا عندنا تقسيمه للدي مايلينيتنج ديزيزز مؤكد سمعتوها في المحاضرات اللي قبل كده، اللي هي البرايمري دي مايلينيشن زي الام اس وزي الام ام او، زي الانفكشن ريليتد دي مايلينيشن زي الايدم، توكسيك او ميتابوليك زي السنترال كونتاين مايلينولايسيس، والديس مايلينيشن اللي هم داخل فيهم الليوكوديستروفيز. طيب الماكدونالدز كرايتيريا الحقيقه حصل فيها تطور، كل شويه يطلع كرايتيريا جديده، كل شويه يتشال حاجه وتتحط حاجه، لكن اخر ماكدونالدز كرايتيريا اللي هي في 2017 اتنشرت في 2018 الام ار اي اخذ رول مهم جدا، وابتدى الامبورتنس بتاع الام ار اي يتحط في حسابه الديسيميشن سبيس اند ديسيميشن تايم، وحصل ديفرنشيشن في الفاكتورز اللي هنستعملها ككرايتيريا فور دايجنوزز ام اس. ليه حصلت الكرايتيريا دي؟ عشان نقدر نلقط البيشنتس از ايرلي از بوسيبل، وده فكره الماكدونالدز كرايتيريا الحديثه، ان احنا مش عايزين نستنى لما البيشنت يجيله مانيفستيشنز كبيره وتبقى الاي دي اس اس ابتدى يتاخر لغايه ما ابتدي استعمال الدي ام تيز. فالامبورتنس اوف ام ار اي ان ذا دايجنوزز خلانا نبتدي ايرلي دايجنوز اور بيشنتس. طيب هنتكلم دلوقتي بريفلي عن الام ار اي تكنيكس، انا مش هدخل فيها الديتيلز زي ما اتفقت معاكم، انا عايزه الحاجات اللي تهمني في البيشنتس بتوعي اشخص ام اس بانهي تكنيك، في التكنيكس اللي احنا عارفينها العاديه، لكن هل في حاجات معينه سبيسيفيك محتاجاها عشان اقدر اشخص الام اس؟ تعالوا نشوف مع بعض. كلمه ام ار اي انا هروح اعمل اشعه، هي اولا مش اشعه، هي ماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد انا بحط البيشنت ده في ماجنتيك اريا يبتدي فيها البروتونز بتاعه الجسم تتحرك، لما تتحرك اهمهم الهيدروجين اتومز في السترونج ماجنتيك فيلد اللي انا حطيت البيشنت فيه ده، واقفل الماجنت يبتدي البروتونز دي على حسب سرعتها وقدرتها تبتدي تتحرك وتتشكل، فلقط الصوره بتاعه الايه الاريا اللي انا بعملها اكزامينشن. طيب مهم جدا نعرف انه القصه كلها ان انا بحط external radio frequency energy، يعني بحط البيشنت in a frequency energy عاليه من الماجنتيك فيلد ده، واوقف وابتدي اشوف النيوكلياي دي لما هوقف الماجنتيك فيلد الريستنج الاينمنت بتاعها اخباره ايه، ونبتدي نقرا الحاجات بتاعه الريبيتيشن تايم والتايم تو ايكو. اهميه الريبيتيشن تايم والتايم تو ايكو انه لما اعرف ان كل سيكونس ليه
ريبيتيشن تايم معين. يعني ايه ريبيتيشن تايم؟ يعني الوقت اللي محتاجه للسكسسيف بالسز دي انها تبقى ابلاي تو ا سيم سلايس. يرجع لي الريبيتيشن تايم ده اشوف الايمج بتاع البيشنت الاقي انه مثلا دي تي 1 لا دي تي 2. معلومه مهمه جدا لما اطلب لعيان ام اس ام ار اي، بليز تشيك ان البيشنت هيعمل على كلوز مانيت، لان كل التكنيكس اللي هنتكلم عنها عشان الدايجنوزز اوف ام اس هي محتاجه الكلوز مانيت ال 1.5 تسلا. اللي اقل من كده الحقيقه اتس نوت اكوريت، وهنبقى بنظلم البيشنت بتاعنا. فدي معلومه مهمه جدا، لما اقدر البيشنت واطلب منه ام ار اي هكتب كده في الريكوست بتاعي على 1.5 تسلا. ليه؟ عشان التكنيكس اللي هنقولها. نيجي نتكلم السنسيتيفيتي اوف ام ار اي. اولموست 90% of the patients we can detect في العينين اللي عندهم clinically definite MS we can detect the lesions. وعندي biomarkers بدور عليها لما اجي بعمل اي imaging the patient، انا حط differential diagnosis بدور على حاجات معينة، ببص بعناية على حاجات معينة على الimage. ببص على ايه؟ اول حاجة ببص على ال T1. T1 بشوف لو اديت contrast ال patient ده في contrast enhancement في T1 lesions. طيب لو لقيتها دي ليها significance معناها ان حصل acute inflammation والblood brain barrier بتاعي حصل له disruption. طيب ال T2 lesions لما نلاقيهم وهنقول مواصفاتهم ليهم significance، ايوه معناها ان حصل combined inflammation demyelination وحصل الاكسونز ابتدت تتكسر وفي ايديم، يبقى ده معنى كلمه T2 lesions في عينين ام اس. طيب لما الاقي في T1 البلاك هولز نقط سوداء، الحقيقه هي لازم نعمل لها فولو اب. مش اول بلاك هولز ان تي 1 ليجن هقول ان ده اكزونال دامج، اي هاف تو فولو اب ذا بيشنت والاقي البلاك هولز دي بيرسيستنت. لو لقيتها بيرسيستنت في تي 1 معناها ان ده اكزونال دامج. دي السيكونسز اللي احنا قلنا عليها، زي ما احنا شايفين دايما نلاقي التي اي والتي ار ديت على حسب البيزكس اللي احنا قلناها في الاول. هنبتدي نقول الصوره دي is it a T1 T2 or flare. دولت البيزك سيكونسز اوف ام ار اي اللي بنستعملهم للام اس بيشنتس. طيب هل في سيكونسز ثانيه تهمنا؟ في الاس دبليو اي وفي الدبل انفرجن ريكفري. الدبل انفرجن ريكفري ده مش هنلاقيه في الاوبن ماجنت، فلازم اتليست كلوز ماجنت. نشوف ايه في الدبل انفرجن ريكفري، مهم جدا في الكورتيكال ليجنز والجاكستا كورتيكال ليجنز اللي هنشرحهم دلوقتي. And it's very sensitive. في حاجه اسمها phase sensitive انفرجن ريكفري. كل شويه كل ما العلم بيتقدم بنبتدي ندور على حاجات مور سنسيتيف، نقلل الفات، نزود الفلويد، نقلل التي اس اف، لغايه ما نوصل لايمجنج احسن من السيكونسز التقليديه بتاعتنا اللي هي تي 1 والتي 2 والتي 3. طيب انا كده اتكلمت سريعا عن التكنيكس اوف ام ار اي عشان نفهم انه لما بدور على ليجنز مش بعمل تي 1 وتي 2 وفلير بس، لا انا عندي سيكونس ثانيه بستعملها بالذات في اماكن معينه هنقولها واحنا ماشيين. طيب هاو تو يوز ذس ام ار اي ان اور جايد لاينز عشان نشخص عيان بام اس. في ماكدونالدز كرايتيريا اللي اتنشرت في اللانسيت يورولوجي 2018 ابتدى الكلام على using criteria in the MRI to differentiate if this patient has MS ولا لا. طبعا اعتمادنا الاساسي هو clinical presentation زي ما انتم عارفين، لكن احنا بنتكلم على additional data. معلومه هتضيف عليا في التشخيص فاقدر القط البيشنت ده early وابتدي treatment early. ايه الحاجات اللي قالوها جديده في الدياجنوستيك criteria دي؟ هنبتدي ندخل فيها بالترمينولوجيز المهمه جدا الحقيقه، المهمه جدا في تشخيص الليجنز بتاعتي. اول كلمه يعني ايه ليجن؟ كلمه ليجن معناها ان انا هلاقي هايبر انتنس اريا لما اعمل التي 2 اور ذا بروتون دنسيتي ام ار اي. حجمها قد ايه؟ اتليست 3 ملم ان ذا لونج اكسس. كل كلمه ليها سيجنال، يبقى هايبر انتنس التي 2 او في البروتون دنسيتي، وهنقول هو ايه البروتون دنسيتي، وحجمها 3 ملم in the long axis. يبقى دي كلمة lesion. طيب dissemination in space and time اعتقد انه انتوا فاهمينها كويس قوي. dissemination in space يعني عندي different lesions in different anatomical locations. in time يعني معناها ان ظهر areas جديدة مع الوقت.
وهنشرحها بالتفصيل دلوقتي. تعالوا ناخد حته حته كده نفصصها using the MRI. How can we use this criteria to diagnose our patients؟ نيجي نتكلم dissemination in space محتاجه ايه؟ محتاجه واحد في اتنين، واحد ليجن على الاقل، في اتنين locations على الاقل، يبقى واحد في اتنين. طيب اللوكيشنز ديت اشترطت تكون في areas معينه؟ ايوه، وده كان حصل خناقه كبيره قوي لما كانت الدايجنوستيك كريتيريا دي بتطلع نحط الاوبتيك نيرف ولا لا، وفي الاخر قالوا لا، يبقى الاوبتيك نيرف بره اللوكيشنز بتاعتي. طيب مين الاربعه لوكيشنز اللي يهموني؟ الاربعه لوكيشنز هم السباينال كورد، الانفراتنتوريال اريا، الكورتيكال اند جاكستا كورتيكال، وده ترمينولوجي جديد اضاف على الدايجنوستيك كريتيريا بتاعتنا، والباريفنتريكولار ليجنز اللي احنا كلنا حافظينها. اتحط انه لو لقيت العيان كان قبل كده كل ما نيجي نبص على ليجن نقول يا ترى ده سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك، هنحسب ولا مش هنحسب؟ الخناقه دي لقوا ان الكلام ده علميا مش صح وبيأخر جدا الدايجنوزس بتاعنا. فدلوقتي ما بقاش في فرق بين if this region is symptomatic or asymptomatic. قبل كده كنا فعلا نقعد نفصفص البيشن يا ترى المانيفستيشن دي ريليتد ده سوماتيك ليجن ما ينفعش احسبها. دلوقتي الكلام ده اتلغى، يبقى الجديد في 2017 ان السيمتوماتيك as well as the asymptomatic lesions are counted. الكلمه الجديده اللي قلناها اللي هي كورتيكال ليجنز. ليه كورتيكال ليجنز؟ هنشرح انه كان زمان بنتكلم عن ان الام اس از ا وايت ماتر ديزيز، الكلام اختلف، ابتدينا نقول لا ده الجراي ماتر از انفولفد ان اور ديزيز، فالكورتيكال ليجنز ار امبورتنت. طب القط الكورتيكال ليجنز ازاي؟ التكنيكس القديمه والاجهزه القديمه ما كانتش بتظهر الكورتيكال ليجنز، فابتدى لما يبقى موجود اللي احنا قلنا عليه اللي هو الدبل انفيرجن ريكفري بقت الكورتيكال ليجنز واضحه، فابتدوا يحطوها ان اور لوكيشنز. انا عايزاكم نبص على الصور كويس قوي. بما ان احنا بنتكلم على MRI، MRI is a visual diagnosis، يعني هنبص على الصورة ونبتدي نتكلم ايه اللي احنا شايفينه and how can we use this image to diagnose. اول حاجة في spinal cord lesions السايت اللي احنا قلناه، احنا قلنا ما تنسوش احنا بنتكلم عن dissemination in space، قلنا واحد في اتنين at least one lesion in two lesion in two locations at least منهم spinal cord. مواصفات lesions ايه بقى؟ كل كلمة لازم يكون ليها مواصفات. أول حاجة إن تكون هذا الليجن واخد less than two vertebral segments. ليه less than two vertebral segments؟ لأنه لو زاد عن two vertebral segments هندخل في الديفرنشال دايجنوزز التاني اللي كلنا عارفينه اللي هو الـ MMO. النقطة الثانية إنه peripherally located. peripherally located يعني لما أبص على الأكسيال كاتس ألاقي إن الليجن بتاعي ده في البريفري، it's not central lesion. ليه مش بريفرنت مش سنترال؟ لان السنترال هي الام ام اي. يبقى اول حاجه بتفرق الفاينل كود ليجن كمواصفات انه واخد less than two vertebral segments، انه بريفرلي ديتيتد، عشان النقطتين دول مهمين قوي ان يفرقوه بين شبهه اللي هو الام ام اي. دايما الليجنز هتبقى موجوده فين؟ موجوده في السيرفايكال اند دورسال، بس ده لا يعني ان احنا مش هنلاقيها في الاذر اريز. This is the common area. اللي احنا شايفينه ده البروتون دنسيتي، ودي النقطة اللي احنا مهمة جدا نعرفها. يعني ايه بروتون دنسيتي؟ يعني معناها ان الايمج ده ابتدى يستعمل لو سيجنال زي السي اس اف، فابتدت تلقط الليجنز اللي في السباينال كورد احسن من التي 2. يبقى انا لو هعمل سباينال كورد ايمجنج وعايزة اطلب سبيسيفيك سيكونس هطلب بالبروتون دنسيتي. ليه البروتون دنسيتي؟ لانه هيوضح لي الليجنز ده احسن بالمقارنة للسي اس اف اللي حواليه. الصوره اللي فاتت دي كانت بروتون دانس. طيب في الماكدونالدز كرايتيريا وصفوها ازاي السباينال كورد؟ انت قول ان دي ليجن ريليتد تو ام اس، وانت قول انه لا. لقوا ان الهايبر انتنس ليجن ده اللي موجود في الارياز اللي قلناها سواء سيرفايكال دورسال او لامبر از سين في التي 2، بس في شرط، في شرط مهم، تي 2 بلس اذر سيكونس. يعني ما ابصش على الليجن واقول اه خلاص يا جماعه ده سباينال كورد ليجن الف مبروك العيان عنده ام اس، لا، اي هاف تو تشيك ان العيان عامل سيكونس تاني غير التي 2 زي البروتون دنسيتي اللي قلنا عليه، زي الاذر سيكونسز اللي احنا هنتكلم عنها،
فبالتالي ممكن نستعمل طبعا الفيرجن ريكفري لكن اعلاهم الفورث اندنس. دولت التو ليجن تو سيكونسز دول لقيت فيهم الهايبر انتنس ليجن اي كان دايجنوز ان انتس. طيب لو انا ما عنديش السيكونسز دي اعمل ايه؟ لا انا محتاجه تو بلينز، يعني اخذت ساجيتال اند اكزيال، فيبقى في شارب في الفاينل كود ام ار اي ليجن. تعالوا نبص مع بعض بفرق الشكل عشان نعرف انه ممكن الليجن يكون اوضح لو استعملت تكنيك او سيكونس مختلف ده اللي شرحناه في الاول. لو بصينا في الصوره اللي في الشمال شايفين الماوس، ممكن تدوني اي فيدباك اللي انتوا سامعيني واللي انتوا شايفين الماوس؟ حد يكتب حاجه بس عشان اعرف ان انتوا متابعين. تمام تمام شايفين الماوس؟ ادي اول صوره التي 2 العاديه خالص، شايفين الليجن اهو واخد 1 فيرتبرا، ما كملش 1 فيرتبرا، لو دققته شويه في ليجنز بسيطه باينه تحت. تمام كده؟ تعالوا نبص على الصوره اللي بعديها البروتو دنس، يعني يمكن يكون شكله اوضح شويه. تعالوا نشوف الستير كده، ايه ده؟ ده اوضح بكتير. يبقى انا I can use other sequences to detect the MS lesions in the spinal cord. تمام. تعالوا نبص هنا مع بعض كده عشان نفرق بين الليجنز اللي احنا شايفينها دي. احنا قلنا اللي على الشمال ده الام اس، ادي الليجنز اهي شايفين ده ليجن انتربتد، انتربتد هنا خلي بالكم كويس قوي، وبعدين يكمل هنا، وبعدين في واحد تاني هنا، ده مش وان سنجل ليجن، ده انتربتد ليجنز، كل ليجن واخد اقل من وان فيرتبرا. تعالوا نبص على الصوره اللي على الناحيه اليمين، شايفين اللونجيتيودنال ليجن ده اللي بنسميه longitudinal extensive transverse myelitis، وده من ال diagnostic criteria of NMOSD. نلاقي ليجن طويل واخد اكتر من 3 vertebra، ولو دققته قوي كده بصوا الاريا واصله لفين، بيبقى extensive، ده واصل لغايه عند المظله. الليجن ده definitely is different than this MS lesion. طيب تاني صوره، ايه رايكم؟ شايفين اللي على ال A فيجر A وفيجر B، A ده ماشي مع MS ولا NMO؟ طيب أنا هجاوب، ده اللي على اليمين اللي على الشمال اللي هو فيجر A ده neuromyelitis optica، شايفين a longest extensive demyelinating lesion، شايفين واخد كام فيرتبرا؟ أدي 1 2 3 4 5، شايفين نقارنه ب B، شايفين الليجن هنا؟ just one vertebra او كان ممكن يكسند تو vertebra. طيب هنا اهي صوره ثانيه عشان نحفظ شكل الام اس ليج، شايفين هنا نعد 1 2، يبقى this is an MS lesion. طيب قلنا عشان نشترط لو تفتكروا ان السباينال كود ليجن لازم يكون في تي 2 واتليست سيكونس ثاني، او هاخد مقطع ثاني، مقطع تاني يعني بدل ما هاخد الساجيتال اللي احنا قاعدين نتفرج عليه، لا انا هاخد الاكزي، وهلاقي الليجن بريفرلي لوكيتد، شايفين الصوره هنا؟ اتس بريفرلي لوكيتد ليجن، لو لقيته سنترالي لوكيتد هنا ده ان ام او. شكل البريفرلي لوكيتد في الاكزي اللي عامل ازاي؟ اهو ده هيفرق لي في ايه؟ احنا في بعض الاحيان نشك والله ده واخد واحد فيرتبرا؟ لا واخد اثنين، ونتخانق لا واخد اكتر من ده ام ام او ولا ام اس. لما نشوف الاكزيال كاتس هنشوف الانتربشن اوف ليجن هيبقى واضح جدا، فهقول لا هو واخد تو فيرتبرا وبعدين انتربتد وبعدين رجع تاني في سمول ليجن باين تحت. فالبريفرلي لوكيتد ان اكزيال كاتس از فيري امبورتنت. نبص كده مع بعض، ادي صوره البريفرلي لوكيتد، ادي ام اس ليجن. طيب نيجي نبص هنا، ادي ام اس ليجن بريفرلي لوكيتد، و sometimes ممكن يكون extensive شويه، يعني انتوا شايفينه طب لا والله ده شكله central، لا it's mainly peripherally located وداخل شويه central. طيب تعالوا نشوف ال NMO، شايفين هنا it's a central lesion it's mainly central، انا اقدر احدد ال peripherally كويس قوي، فرق كبير جدا. طيب احنا كده خلصنا مين؟ dissemination space، خلصنا اول location. اتمنى تكونوا فهمتوا كويس ازاي هنستعمله في spinal cord. نيجي نتكلم على يعني ايه infratentorial
انفراتنتوريال يعني هايبر انتنس ليجن موجود في الفي 2 في الحته اللي بنسميها انفراتنتوريال اريا. مين الانفراتنتوريال؟ ادي التنتوريوم، ما تحته هو الانفراتنتوريال ليجنز اللي هي البرين ستام، ودايما هتبقى نير ذا سيرفس. النقطه الثانيه سيريبيلر بيدانكلز اند سيريبيلم، يبقى دول ثلاثه ارياز اللي في الانفراتنتوريال ليجن. احسن حاجه في التي 2 حاجه اسمها 3 دي فلير اند تي 2، بستعمل تكنيك اسمه 3 دي، ده بيعلي كفاءه الام ار اي تكنيك بتاعي. ده شكل الليجنز، ده شكل الليجنز هنبص عليها فين؟ هنبص عليها تحت في الاريا دي الانفراتنتوريال ليجن. طيب شكلها ايه؟ تعالوا نبص مع بعض. ادي في بي، لو بصينا كده هنلاقي ده هايبر انتنس ليجن موجود في البرين ستام، والبرين ستام از فيري امبورتنت ان الاقيه بريفرلي لوكيتد، يعني قريب شويه من الفنتريكل، مش في ممكن في اي اريا، بس احنا بنتكلم على واتس كومن از كومن. هنا هيبقى في السيربيلر بيدانكلز، هنا لو بصينا على الداوسن فينجرز دي هنقولها بعدين، دي مش من الانفراتنتوريال، لكن دي ادي انفراتنتوريال، ادي انفراتنتوريال. طيب ادي الارياز الكومن ارياز اللي هلاقي فيها، شايفين كل ما هو اخضر دي ارياز مسموح لي اشوف فيها، ادي ليجن ادي ليجن ادي ليجن، شايفين صغيرين ازاي؟ ادي ليجن، كل دي انفراتنتوريال ليجنز ببص عليها ان ذيس سبيسيفيك اريا. يبقى احنا خلصنا تاني لوكيشن، وكان اعتقد ما كانش فيه مشكله. نتكلم بقى على كلمه كورتيكال اند جاكتا كورت. احنا اتفقنا كل حاجه هنحط لها حته عشان تبقى مور سبيسيفيك. احنا الجراي وايت ماتر ديزيز خلى الكورتيكال ليجنز دي تبقى وان اوف اور دايجنوستيك كرايتيريا، والحقيقه ده من 2016 في حاجه اسمها ماجنمس ام ار اي كرايتيريا. 2016 المجموعه المسؤوله عن الام ار اي في الام اس بيشنت قعدوا مع بعض وابتدوا يدوروا على الاماكن اللي هنهتم بيها في الام اس بيشنت. لو اخدتوا بالكم اللي محطوط هنا الاوبتيك نيرف، لكن الحقيقه الاوبتيك نيرف ده فعلا حصل ديليه واتشال من الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعتي، فاصبح الكورتيكال ليجن من 2016 وي هاف تو كاونت. دلوقتي احنا خلاص الامور بقت واضحه جدا في 2017 كرايتيريا. طيب الجاكستا كورتيكال ام ار اي ليجن تعريفه ايه؟ تعريفه ايه؟ يعني ايه جاكستا كورتيكال؟ فين يعني؟ فين؟ ليجن موجود في التي 2 كان هايبر انتنس ليجن موجود في الوايت ماتر اباتنج ذا كورتكس. يعني ايه كلمه اباتنج؟ اباتنج اند نوت سيبريتد باي وايت ماتر، يعني عينيا لما تبص على ليجن في الجزء بتاع الجاكستا كورتيكال اريا مهم قوي اشوف في حته من الوايت ماتر سيبريتنج الليجن ده من الكورتكس اللي بعده ولا لا، لان لو سيبريتد this is not a juxtacortical lesion. كلمة abutting زي الصورة اللي تحت دي، شايفين الصورة دي؟ الحتة اللي تحت دي زي ما يكون لزقة تماما، ملاصقة تماما للجدار. abutting يعني معناها حضنة الكورتكس، لزقة without any area of white matter. ليه قاعدين ندقق كده؟ لأنه لو لقيتها it is separated معناها إن ده it's not an MS lesion، ممكن يدخل في differential diagnoses اللي هنقولها في الميمكس. تعالوا نبص مع بعض كده يعني ايه بقى جاكستا كورتيكال بالتفصيل. ادي دايما نسمع كلمه يو فايبرز، هما مين اليو فايبرز دي؟ ديت اسوشيشن فايبرز موجوده في الاريا اللي انتم شايفينها دي اهي، ده الكورتكس اهو الرمادي غامق شويه، وادي الحته بتاعه اليو فايبرز بتاعه السب كورتيكال اريا. كلمه جاكستا كورتيكال ابات ذا كورتكس زي ما انتم شايفين كده، شايفين الليجن؟ نقدر نحط خط هنا؟ لا، ده لامس الكورتكس، لازق في الكورتكس. This is a subcortical lesion. كلمة subcortical لقوها كلمة مش مناسبة، كلمة مش كويسة، فقالوا لا احنا مش هنقول subcortical lesion، احنا هنسميها juxtacortical، يعني جنب الكورتكس بس الحقيقة لازقة فيه. نبص تحت على الصورة اللي تحت هنا، ايه رأيكم؟ لا دي مش abutting، مش لازقة في الكورتكس، انا شايفة في مسافة فيها white matter بين الليجن اللي تحت وبين الكورتكس. This is not an MS lesion. دي ممكن نشوفها في أمراض تانية وهنقولها. يبقى دي تعريف كلمة juxtacortical. It's a lesion which abuts the cortex. تعالوا نبص عليها بقى في الإيميجنج، شايفين؟ This is not a cortex لازق أهو.
شايفين مفيش اي سبيس اقدر اعمل، يعني بقول انا كده اتمنى تكون واضحه. تاني شايفين هنا؟ اه اهي واضحه جدا. طب هنا ايه ده؟ لا مش جاكستا كورتيكا، ركزوا بقى. هنا كانت لازقه في الكورتكس اباتنج ذا كورتكس، هنا لا، ده هنا الفيو فايبرز ار نوت انفولفد. انا اقدر احط كده خط واقول ذس از ديسكريميشن لاين، كده خط فاصل بين الليجن اللي انا شايفاه هنا وبين الكورتكس. ده شايفينه في ايه؟ ده بيشنت عنده هايبر تنشن اند ذس از ا فاسكولار ليجن. فكلمه جاكستا كورتيكال تخليني اركز قوي الفيو فايبرز اخبارها ايه؟ بينها وبين في فرق بينها وبين الكورتكس ولا لا؟ طيب هي السب كورتيكال يو فايبرز ديت ممكن تبقى انفولفد فين غير الام اس؟ اه احنا لسه بنقول في الام اس، لكن في اذر ديزيزز ممكن تديني نفس الشكل. زي مين؟ زي البي ام ال بروجريسيف مالتي فوكال ليكوانتروفي. امتى؟ لما يكون بيشنت على واحد من ديزيز موديفاين ثيرابيست بتوعي اللي معروفين ان هم يعملوا بي ام ال. فبص الاقي ان اليو فايبرز ار انفولفد ايرلي. مين تاني؟ الايدن. مين تاني؟ الليوكوديستروفيز بعضها. لكن في فيتشرز ثانيه هتخليني اقدر اسيبريت او افرق بين الجاكستا كورتيكال ليجن ده بين الاذر ديزيز، لكن عيني جابت ان ده ذس از جاكستا كورتيكال ليجن. طيب سبيرد بقى مش هلاقي ان الحته دي انفولفد في ايه؟ زي ما لسه كنا جايبين الصوره اللي على اليمين لو تفتكروها في العين اللي قلنا هايبرتنسيف، في عيانين اللي عندهم سمول فيسل ديزيز هلاقي كده اري اوف ديسكريميشن في خط فاصل بين الليجن ده وبين الكورتكس، زي في الكادزل، زي في اذر تايبس اوف ليكوديستروفي، زي في الاتش اي في انسفالوباثي، زي في الانبورن ايرور اوف ميتابوليزم. كل دول فيهم سبيرنج اوف ذا يو فايبرز. طيب نتكلم على الكورتيكال ليجنز. احنا كنا في ثالث لوكيشن، خلصنا السباينال كورد، خلصنا الانفراتنتوريا، خلصنا الجاكستا كورتيكال، وفي حته الكورتيكال. مين الكورتيكال ليجن؟ الكورتيكال ليجن سهله، سهله ان احنا نجيبها لان احنا عارفين الكورتكس، لكن اللي مهم ان انا اعرف انهي تكنيك انا بدور فيه. لو قرينا فوق كده هنقول سبيسيفيك او سبيشال تكنيكس في الام ار اي بستعملها، زي الدبل انفيرجن ريكفري اللي وريتكم صورته في الاول، الفيس سنسيتيف انفيرجن ريكفري اللي وريتكم صورته في الاول، الجريدينت ايكو سيكونسز. كل دي حاجات هتوضح لي الكورتيكال ليجنز. الحقيقه الكورتيكال ليجنز في منها تايبس، اللي يهمنا اليوكو كورتيكال تايب، لكن بما ان احنا بوست جراديويت وكبرنا فهنعرف ان احنا في 3 كورتيكال تايبس: اليوكو كورتيكال، الانترا كورتيكال، اند سب تايل. مش مهم الديتيلز، اللي اكتر اللي بنشوفه هو اليوكو كورتيكال. ليه انا كاتبه الليجنز دي باسمائها؟ عشان نعرف ان الموضوع كبير، الموضوع مش نقطه في كورتيكس، لا it has different types. ولما اعمل تكنيك محترم هقدر القط الكورتيكال ليجنز دي بشكل افضل. تعالوا نبص مع بعض كده. ادي في الدي اي ار دبل انفيرجن ريكفري، ادي كورتيكال ليجن، ادي كورتيكال ليجن. طبعا الكلام ده ما كانش بيبان خالص في التكنيكس القديمه، الاوبن ماجنت ما كانش بيجيب الكلام ده. شايفين ادي كورتيكال ليجن، شايفين الكلام ده لو عملنا في التي تول عادي والفلير العادي جهاز مفتوح مش هيبان طبعا الكلام ده. حد نام؟ طيب ندخل على اللي بعده. خلصنا الثلاثه ليجنز دولت، هندخل على الفاري فنتريكولر ليجن. الفاري فنتريكولر انتوا حافظينها كويس، بس طبعا بما ان احنا بنتكلم على دايجنوستيك كرايتيريا فالجميل اللي كانت. طيب كويس ان انتوا ما نمتوش. هنتكلم على الاخر مكان للفاري فنتريكولر. انا عارفه ان انتوا حافظينه كويس جدا، بس الحقيقه انا عايزاكم تعرفوا هو ليه بيحصل تاري من فكره ليش. لازم نفهمها عشان نعرف وصفها جه منين. تعالوا نشوف مع بعض. التاري من فكره ليجن تعريفه في ماكدونالدز كرايتيريا ان في تو هايبر انتنس وايت ماتر ليجن. كلمه تاني اباتنج. اباتنج ايه بقى؟ اللاترال دنتكل، ما فيش مسافه بينه وبين اللاترال دنتكل. لو لقيت مسافه قصه مختلفه. طيب ويدخل فيه ايه؟ الكوربس كالوزم. ما يجيش في الديب جراي ماتر. لو لقيت ليجنز موجوده في الديب جراي ماتر زي في الثالاموس او في الكوديت او في الكيوتيمنت، this is not a periventricular lesion. ركزوا يا جماعه، يبقى T2 hyper intense white matter lesion
لازق اباتنج لاترال فنتركل، مفيش بينه وبين الوايت ماتر اي سبيس. تعالوا نشوف، بصوا كده، اولا ده ايه؟ ده بروتون دنسيتي. تعالوا نبص كده، شايفين مفيش اي سبيس بين الليجن ده والفنتركل. لو لقيت سبيس لا اتشكك. طيب تعالوا نبص تاني، شايفين ده؟ شايفين ده؟ شايفين ده؟ ما نقدرش نسيباريت هنا، شايفين هنا مفيش اي وايت ماتر، مش لاقيه حته اقدر اسيباريت الوايت ماتر من الليجنز اللي موجوده، ده الهايبر انتنس ليجن ده انا ما اقدرش افصله بين الفنتركل. طيب النقطه الثانيه انه يبقى بيربنديكولار، افويد ان بيربنديكولار، انتوا حافظينها كويس قوي. طب نسال نفسنا سؤال، هو ليه بيربنديكولار؟ هو ليه احنا عايزين نقول داوسنز فينجر ولازم تكون موجوده؟ اتس فيري سبيسيفيك، اتس فيري تيبيكال. ليه يا جماعه؟ طب هي ليه داوسنز فينجر دي؟ ليه انا قاعده اقول انها، شايفين هنا دي في كات ثاني هتلاقوها اباتنج، هنا مش اباتنج، ابص عليها في مقطع ثاني عشان اتاكد انها اباتنج. طيب نيجي نشوف بقى هي ليه بيري فنتريكولر وماشيه بيربنديكولر، لانه لو بصينا هنا كده دي الفينيولز بتاعتي، الفينيولز ماشيه بيربنديكولر على الفنتريكل اناتومي، الفينيولز دي ماشي فيها الليمفوسايتس والانفلتريتس بتاعه الانفلاماتوري ماركرز اللي احنا قاعدين نقول عليه، فبتدي البلاكس تبقى مع الليمفوسيتك انفلتريشن. ادي بلاد فيسل اهو، شايفين ده؟ ده سمول فين، السمول فين ده في الايمج هيبقى ماشي بيربنديكولر على الفنتريك، فلما تيجي البلاك تبقى فورمد، هتبقى فورمد انسايد، يبقى شكلها بالمنظر ده perpendicular، لان الفينيوز are perpendicular to the ventricular surface. يبقى ده ليه الداوسنز فينجرز او الperiventricular lesions are perpendicular to the ventricles. طيب مين داوسن؟ احنا اتفقنا ان انا كل شويه لازم احط لكم حته كده هيستوري. داوسن ده pathologist كان موجود في سكوتش pathologist، هو اول من وجد شكل الداوسنز فينجرز دي في عيانين الام اس في الهيستوباثولوجي فسماها باسمه، وبعد كده لما ابتدوا يكتشفوا المرض في 1916 another professor حط الاسم ده، قال اه والله دي داوسنز، دي شكل الفينجرز اللي شرحها داوسنز من زمان جدا في الهيستوباثولوجي سبيسمنت، ودي صفر. يبقى الداوسنز فينجر متسميه على اسم الباثولوجيست اللي شافها في الاول خالص لما شاف البرين سبيسمنت اوف ام اس بيشنتس. شكلها ايه؟ اهي perpendicular، شايفين اباتنج اهي، شايفين مفيش اي سبيس اقدر احطه، ادي الفنتركل اهو وادي الليجنز موجوده اهي فوق الكورفوس كالوزم، تمام، ومدياني شكل الايه داوسنز فينجر اهي. طيب نشوف تاني صوره ثانيه اهي، شايفين ادي داوسنز فينجر كلير جدا اهي. دي فيجوال ايمجنج، يعني دي للمذاكره الحقيقيه. الصوره دي بتعمل كده نوع من انواع فيجوال ميموري عشان نقدر نحفظ فيها الدايجنوستيك كرايتيريا، فلما يجي لي بيشنت ابتدي افكر همشي ازاي. الماكدونالدز كرايتيريا مكتوبه بطريقه شويه تكون ممكن تلخبط، لكن انا اي ريكومند ان انتم تاخدوا الصوره دي وتحفظوها بحيث انكم في الامتحان او يعني اون كلينيكال بيزس تقدروا تستعملوها. ابتدي امشي كده تو كلينيكال اتاكس او اكثر، يس تو ليجنز، يس ام اس، وهكذا. طيب هنتكلم على، احنا خلصنا كده الديسيمينيشن ان سبيس واتكلمنا على الاربعه لوكيشنز بتوعنا، تعالوا نتكلم عن ديسيمينيشن ان تايم. ديسيمينيشن ان تايم عندي تو كرايتيريا هستعملها، يا اما هلاقي جادولينيوم انهانسنج ليجن وفي نفس ذات الوقت نون انهانسنج ليجن، كده معناه ان ذيس از سيمالتينيوس بريزنس اوف تو ليجنز، في اي وقت عملت فيه الام ار اي ده اقدر اشخص بيه ان ذيس از ديسيمينيشن ان تايم. تاني لقيت اديت كونتراست للبيشنت، لقيت ليجن واخد جادولينيوم وليجن تاني مش واخد جادولينيوم، the simultaneous presence of these two lesions at any time this is can determine the dissemination in time. طيب في احتمال تاني، في طريقه تانيه استعملها، اه ان انا الاقي new T2 or GAD enhancing lesion لما اجي اعمل فولو اب. زمان كان الفولو اب ليه ريفرنس، كان ليه وقت، اسفه مش ريفرنس، ليه تايمينج، لازم نعمله بعد كذا ونشوف بعد كذا ونعيد بعد كذا. دلوقتي لا، الكرايتيريا اختلفت بقى irrespective of the timing between the two scans، لكن شرط ان انا لازم يكون عندي reference، انا عملته النهارده
بعد 3 شهور، بعد 6 شهور رجعت اعيد الام ار اي بتاعي، لقيت ايه ده؟ ده في تي 2 ليجن جديد او جاد انهانسنج ليجن. تعالوا نبص كده، ده شكل الكونتراست انهانسنج تي 1 ليجن. وقلنا كونتراست انهانسنج تي 1 ليجن في الاول خالص وصفنا ده معناه ايه؟ معناه ان في عندي inflammation and disruption of the blood brain barrier. فلما الاقي contrast enhancing lesion ده معناه ان في disease activity. تعالوا نبص كده، كلمه simultaneous presence of GAD enhancing lesion، لو بصينا هنلاقي في lesions واخده contrast وفي lesions مش واخده contrast. طيب ادي اللي واخده contrast، ادي اللي مش واخدين contrast at the same time. At the same time يبقى ده I can say that this is a dissemination in time. تعالوا ناخد المثل الثاني، الام ار اي الاولاني اللي على ايدنا الشمال لقيت ليجن موجوده اهو، بعديها بثلاث شهور جيت اعمل فولو اب للبيشنت، ايه ده؟ شايفين الاسهم بالصفرة؟ ده في ليجنز جديده ظهرت. يبقى في الفولو اب ام ار اي لقيت تو نيو ليجنز ايذر انهانسنج اور ا نيو تي 2 ليجن. يبقى انا من حقي اقول ان البيشنت ده عنده ديسيمينيشن انفر. ده غير طبعا الاوليجوكلونال باند، هنتكلم على الام ار اي كرايتيريا. طيب في نقطه مهمه، التيوموفاكتيف ام اس، والتيوموفاكتيف ام اس هو دايما يلخبطنا بين البرين تيومرز وانه ليه ماس افكت و و و. هو this is one of the variants of MS، ودايما هنلاقي الليجن فيري لارج وان، دايما يبقى انترا بارينكما. لكن في نقطه مهمه جدا عشان نفرقه بينه وبين الجلايومز او الابسيسيز الانترا بارينكما الابسيسيز، ايه هي؟ ان انا هلاقي حاجه اسمها open ring enhancement. شايفين الصوره اللي هي incomplete ring؟ ده يخليني ابتدي افكر ان this is not a glioma. طبعا ممكن ابتدي اعمل MR spectroscopy واشوف ب other modalities of the MRI عشان ادفرنشيت. لكن لو بنتكلم على الليجن بتاعي بالتي 2 how can I differentiate، انه الانهانسمنت هيبقى واخد incomplete ring. طيب احنا اتفقنا انه في 2018 كان في ظهرت الماكدونالدز كرايتيريا، برضو انصحكم جدا ان انتم تقروا البيبر دي، هي الريفايز كرايتيريا فور ام اس بيشنتس يوزنج ذا ام ار اي، البروتوكول بتاع الكونسرتم اوف ام اس سنترز، وابتدوا يقسموها بشكل لطيف جدا هاو تو يوز ذا ام ار اي ان اور ام اس بيشنتس. قالوا ايه في الابديت البروتوكول ده؟ قالوا انه في حاجه مهمه جدا احنا دايما نلخبط فيها، احنا هنعمل فولو اب كل قد ايه؟ هنعمل فولو اب كل سنه، امتى؟ لو العيان ده ستيبل. ففكره ان انا كل شويه اعمل، لا خلاص انا شخصت از بيز لاين، انا استعملت الام ار اي بتاعي زي ما احنا قاعدين نفصفص في الليجن مكانه ديسيمينيشن ان تايم ولا ديسيمينيشن سبيس. طيب خلاص انا شخصت البيشنت ستيبل، كلينيكلي از ستيبل، اعمل امتى الام ار اي؟ اعمله انيوال. دي نقطه. طيب لو انا هبتدي دي ام تي جديد، او انا متخوفه من manifestations او patient is unstable clinically، اعمل ايه؟ هعملها if needed or if I will start a DMT بعد 6 شهور. ده guidelines مش بدماغي. طيب ليه؟ لان هم لقوا ان الكونترست اللي بنديها للعيانين عشان نتابع is there an activity or not هي ضاره جدا على الكاميوليتيف effect. فالفولو اب از فيري امبورتنت ان احنا نبقى ستريكت للجايد لاينز بتاعتنا. طيب نيجي نتكلم على بقى كده، احنا خلصنا الجايد لاينز هاو تو يوز ذا ام ار اي ان دايجنوز، نراجعهم بسرعه. قلنا انه هنستخدم الماكدونالدز كرايتيريا، قلنا السبيسز اللوكيشنز اللي احنا عايزينها وعدد الليجنز اللي بندور عليه، وقلنا استعماله كديستنيشن ان تايم. هاو تو ديفرنشيت، احنا قلنا حاجات واحنا ماشيين في النص وشفنا صورها، بس انا عايزاكم برضو دي فيري جود بيبر ديت في 2019 في البرين، كاتب البراكتس جايد لاينز هاو تو يوز ذا ليجنز في العيانين بتوع الام اس ان ذا ام ار اي ايمجز. طب نتكلم على الميمكس. الميمكس الحقيقه اتس فيري لونج ليست، يعني كان في كده فيجر مرعب الحقيقه، خفت احطه لكم بجد، يعني شكله مزعج جدا هيلخبطكم جدا، هو هتلاقوه في احد البيبرز اللي انا وريتها لكم. بس احنا عايزين نشوف انا practical basis، انا عندي عيان عايز اشخص this انا MS patient ولا لا. فانا هاخد الحقيقه الحاجات المهمه قوي عشان ما نطولش وعشان تبقى to the point المحاضره. تعالوا نتكلم على الميمكس، ايه اللي يهمنا في الميمكس؟ اول حاجه هنتكلم على الوايت ماتر ديزيز، فيبقى هندور على الحاجات اللي موجود فيها وايت ماتر ليجنز، زي ايه؟ زي الاسكيميك، زي الانفلاماتوري، زي الانفكشن، زي التروما، زي النورمال ايجنج، ودي بقى هحط عليها 100 خط، والتوكسيك
كل دولت it's a differential diagnosis of white matter lesions in the MRI. هبتدي اختار الحاجات الحقيقة المهمة اللي بنشوفها on common basis، الباقي حضراتكم بتقولوه، بس انا يهمني ان كل واحد من الديزيزز اللي هنقولها من الميمكس نطلع بكلمة. يعني اول ما الاسم ده اسمعه عايز احط زي كده ايه واحد امان، زي island of thinking، خلاص الكلمة هتطلع لي على طول من غير ما افكر. تعالوا نبتدي بالnormal aging. النورمال ايجنج دايما نشوف المنظر ده، شايفين الحته دي؟ الله دي اباتنج اهي وفنتريكلز حلوه قوي. لا دي اسمها باري فنتريكولار كابس، شايفين عامله ازاي؟ اتس نوت بيربنديكولار. اه صحيح هي لازقه في الفنتريكل، بس مش شرط تكون لازقه في الفنتريكل، ممكن يكون في سبيس بينها وبين الفنتريكل. دي اسمها باري فنتريكولار كابس. دي الباري فنتريكولار كابس ذيس از نورمال برين ايجنج. يوزوالي بنشوفها ونبتدي نتلخبط. الايج اوف ذا بيشنت طبعا دي فاكت. بقيه الكرايتيريا مهمه جدا اللي هي ايه؟ هنبتدي نلاقي فيه اتروفي وايدنينج للايه؟ سلساي والجايراي، ان تلاقي الفنتركلز ابتدت توسع. عندي ساينز اذر ساينز اوف برين ايج نورمال برين ايج. في نقطه ثانيه، لو لقينا ان الوايت ماتر تشينجز دي زادت قوي سميناها حاجه اسمها فتيك سكيل، وده هنقوله في الايه؟ في السلايد اللي جايه، لكن ده نورمال برين ايجنج. يبقى اول ما كلمه نورمال برين ايجنج تيجي هفتكر الكابس، الطاقية البيضة اللي لابسها الباري فنتريكولار كابس اللي هي الطاقية البيضة اللي لابسها البنت. طيب نيجي نتكلم على الفاسكولار ليجنز. الفاسكولار ليجنز الحقيقة مهم قوي ان احنا نفرقها بينها وبين الام اس. اليو فايبرز لو تفتكروا قعدنا نشرح واوريكم شكلها واوريكم السبيس اللي بينها، في الفاسكولار هلاقي اليو فايبرز ار نوت افكتد. يبقى دي نقطة مهمة جدا. طيب الداوسنز فينجر وحطينا صورة الباثولوجيست و و و. تاني نقطة مهمة، corpus callosum is not involved in the vascular lesions. تالت حاجة، الليجن ده في area of a vessel، أنا عارفة وعارفة إن الكورتيكال ليجن ده بتاع الانفارشن بتاع الـ MCA، ده ماشي مع territorial vascular lesion. ممكن يحصل في الـ MS بس it's unlikely. طيب، إحنا قلنا الـ deep nuclei، ده الـ basal nuclei والـ basal ganglia، إزاي are they involved in MS؟ لا، لو لقيتها اراجع نفسي جدا في التشخيص، لكن ممكن الاقيها في الفاسكولار. طيب early involvement of the temporal loop دايما نلاقيها في عينين الام اس. والفيتشرز الثانيه صعب قوي ان احنا نلاقيها في الايه؟ في الفاسكولار. الانهانسمنت والداونسيلز فينجرز مش موجوده في الفاسكولار لكن تيبيكلي موجوده في الام اس. تعالوا نبص مع بعض هنا، شايفين ادي اهي اليو فايبرز ار سير، شايفين؟ واضحه جدا. في أول وهلة ممكن نتلخبط، إيه ده شكله ام اس يا جماعة، يلا نبتدي ندي علاج. Actually this is lacunar infarcts watershed infarcts، شايفين هنا this is the U fibers they are spared. فنخلي بالنا ونركز، شايفين هنا الشكل؟ لو ركزنا نلاقي الله برضو هنا the U fibers are spared. يبقى لازم أركز قوي قوي إن الليجن ده شكله ومكانه فين. الفاتيك سكيل ده سكيل قديم جدا أو جريدنج قديم جدا حقيقي، هو بيقسم الفاسكولار ليجنز اكوردنج تو ذا سيفيريتي. جريد 1 لا بتبقى فيري مايلد زي ما احنا شايفين كده، اللي هي الكابس اهي شايفينها الكابس، طبعا الكابس ممكن تبقى فوق ممكن تبقى تحت، لكن يوجوالي طبعا بتبقى فوق. زادت شويه بقى جريد 2، لقيت كونفلوينس كده اوف ارياز اوف وايت ماتر ارياز كده، يبقى ديت فاتيكا جريد 3، وده معناها ان ده سمول فيسل ديزيز اند وايت اند ايه فاسكولار ليجنز. طيب الام ام او احنا قلنا منه جزء مهم جدا اللي هو السباينال كورد، وقلنا ان احنا هيبقى عندنا اللونجيتيودنال اكستنسيف ليجن ما تنسوش، واخد اكتر من 3 فيرتبرا، سنترالي لوكيتد، وشكله مختلف لما اخد الاكزيال كات مع الساجيتال تيتو. في سايتس ثانيه مهمه، في الالم او مهم جدا ان احنا نشوف الاوبتيك نيرف انفولفمنت، احنا بنتكلم عنه نيورومايلايتس اوبتيكا، فالاوبتيك نيرف از فيري امبورتنت سايت. الليجن الثاني لو تفتكروا في الصوره اللي انا كنت جايبها لكم قلت لكم بصوا ده اكستنسيف ليجن طالع لفوق شويه واصل للمضله واخد اريا اسمها الاريا فوستريما، عشان كده البيشنت ده بيجي بفوميتنج ريكارنت فوميتنج. فالارياز ار ديفرنت، الديستريبيوشن بتاع الان ام او از ديفرنت ذان ام اس، شكل الليجن از ديفرنت ذان ام اس، وطبعا في محاضره الان ام او هيتقال الكلام ده بالتفصيل. طيب نتكلم على الفاسكولايتس اللي يهمنا اللوبس والبهسل. عندنا حاجه جديده طلعت سموها central vein sign. ايه central vein sign؟ لقوا انه الفلكس بتاعه الام اس لما درسوا الباثولوجي بتاعها بدقه
لقوا ان الفينيولز اللي احنا قاعدين نتكلم عليها ممكن تبان في الام ار اي. فالفينيول يبان سنترال في نص الليجن، وده مش هيبان غير في الام ار فينوجرافي في الاس دبليو اي زي ما احنا شايفين هنا. شايفين في زي ما احنا شايفين هنا اهو، ده اسمه سنترال فين ساين. سنترال فين ساين ذس از مش باثوجنوميك بس اتس فيري كومن في الام اس بيشنتس. لما الاقيه هيفرق لي الليجنز دي، شايفين اهي اوضح اهو سنترال فين ساين، ادي الفين شكله جوه الليجن، ادي الليجن اهو وجواه فين. طبعا ده احنا واخدين يعني فيري سوفيستيكيتد سيكونس عشان نشوف ده سواء الاس دبليو اي او اذر سيكونس. لما الاقيه ده يخليني افكر جدا في ان ده موست بروبلي هيطلع ام اس، وده هيفرقه لي بين الفاسكولايتس. تعالوا نبص كده هنا، ادي السنترال فين ساين شايفينه اهو، ادي الليجن وادي في النص في فين ماشي كده في النص. هنا مش موجود ده الجاجرن مثلا، هنا الاي بي اس الانتي فوسفوليبيد سيندروم مش باين حاجه، هنا لوبس مش باين. يبقى انا اقدر استعمل سنترال فين ساين از ديفرنشيتنج ساين بين الام اس اند فاسكولايتس. يرجعنا تاني للامبورتنس اوف ذا سيكونسز ان ام ار اي. البحث بقى هيزعلنا شويه، البحث تلاقوا انه موست بروبابلي مش هنلاقي سنترال فين ساين زيه وزي اخواته، لكن في بعض الاحيان للاسف ممكن نلاقي سنترال فين ساين. يبقى كوشسلي هنقول اتس كومن ان ام اس، اتس نوت باثوجنومونيك، اتس كومن ان ام اس. هيفرق لي معظم البيشنتس اللي عندهم ام اس من الفاسكولايت. لكن لما الاقي بحث، لما الاقي سنترال فين ساين هكمل الكرايتيريا. البحث مثلا بيجي انفراتنتوريال ليجن فيري ايرلي عنيفه جدا، يبقى في اذر كرايتيريا هتفرق لي بين الام اس والبحث on MRI basis. لكن central vein sign هيفرق لي الMS من other vasculites. طيب نفرق ازاي الايدم من الMS؟ الايدم الحقيقه مهم جدا نفتكر انه on clinical basis. الاول حاجه on clinical basis العين ده غالبا monophasic. طب افرض اللي هو جاي لسه في اول الاتاك، انا ما اعرفش يمكن يكون دي لسه اول اتاك في الMS، صح ده كلام صح. لكن احنا هنتكلم على بقيه الهيستوري بتاع البيشنت، ان انا مش هلاقي فيه يعني الاورجتونال بانس في السي اس اف مثلا، هلاقي ان الترانسفيرس مايلايتس بتاعت عينين الايدم اقرب او شكل الان ام او عنها من الشورت سيجمنتس بتاعت الام اس. الريكفري عاده العيان بيبقى فول ريكفري عن الام اس بيشنتس. الام اس بيشنتس هيبقى فيها ملتي فيزيك، فهتكون ام ار بيزك ام ار اي بيزك. بما ان احنا بنتكلم على الام ار اي، كلمه الاريا بقى اللي احنا عايزينها ايه؟ اللاند بتاعتنا، اللاند مارك بتاع الايدن، افتكروا جراي ماتر. الديب جراي ماتر نيوكلياي از انفولفد في الايدن زي الثالاموس، فيري رير في الام اس. ات كود بي انفولفد بس اتس نوت ذات كومن. يبقى المهم جدا جدا الايه؟ الانفولفمنت اوف ذا جراي ماتر انفولفمنت. الحاجه الثانيه انها باتشي انهانسمنت، هنا بيبقى فوكال انهانسمنت. طيب نبص عليها كده بالصور، شايفين هنا باتشي، شايفين الانفولفمنت هنا، شايفين الثلاماي انفولفد ازاي. ممكن نشوفه في الام اس بس اتس نوت ذات كومن. يبقى كومن ان هيبقى فيه ديفيوز ليجن سيمتريكال، ريلاتيفلي سيمتريكال، واخده السوبرا اند انفرا تنتوريال ليجن، ويبقى فيها جراي ماتر. كلمه البيزل جانجليا اند ثلاماي اول ما نقول ايدم تنور في مخنا على طول. نبص تاني اهو، شايفين الثالاموس، شايفين هنا البيتال جانجليا. يبقى ده الشكل ده ما يلخبطنيش، شايفين اتس مور اور ليس سيمتريكال على الناحيتين. ات كود بي اسيمتريكال لكن اتس كومنلي اتس سيمتريكال ليجنز. يبقى ده يشككني في ايدم. طيب نتكلم بعد كده عن اللاين ديزيز، وزي ما انتم عارفين ان هو تيك بورن. مهم قوي الكرايتيريا بتاعتي، شايفين الليجن دي ممكن تلخبطني، بس الحقيقه الليجن ديت شكل الام اس، لكن بقيه الفيتشرز بتاعت البيشنت از ديفرنت. يعني معناه انه عنده سكين داش انفلونزا لايك اكيوتي ان سيمتومز كرينيال نيوروباثي عنيفه جدا، والاقي ليجن زي اللي انتم شايفينه ده. وبرده الليجن از نوت تيبكال، شايفين؟ طيب يبقى ذس از لاين ديزيز. البي ام ال احنا طبعا بنستعمل ديزيز موديفاين ثيرابيز اللي معروف وحضراتكم عارفين كويس ايه الديزيز اللي عندنا الكوميدي بتعمل بي ام ال زي مثلا الناتاليزومات. احنا عندنا
لو العيان مره واحده ابتدى يجي له deterioration of the symptoms وهو بياخد one of the DMTs اللي احنا عارفين انها تعمل بي ام ال، اعرف منين؟ how can I differentiate؟ هديفرنشيت بشكل ال MRI picture. يوجوالي البي ام ال هيبقى ديفيوز، واخد الليجنز بتاعتي ديفيوز، حجمها كبير عن حجم الام اس، ال ديفايند مش واضحه، ال ديفايند ليجن، وبيبروجريس مع الوقت كل شويه لما اعمل فولو اب. طبعا انا مش هسيب البيشنت وانس انا I يعني put this suspicion I have to stop the medication وابتدي اخد المانوفرز بتاعتي، لكن لو هعمل on MRI basis وعملت follow up هلاقي progressive increase in the size. Usually they are subcortical، يعني معناها ان انا هلاقي the new fibers are spared. احنا قلنا ان one of the differential انه ممكن يبقى involved لكن usually it's spared. شايفين عامل ازاي؟ large hyper intense lesion واخد subcortical، البوردر بتاعه ill-defined. ill-defined border عادة ما ياخدش enhancement، فلما أنا هشوف في عيان إنه PML هو على one of this DMTs هعمل إيه؟ هدي patient contrast وأشوف if there is no enhancement ده يرجح إنه PML. النيوروساركويد شكله الحقيقة ممكن جدا يجي شكل الـ MS، لكن يهمني قوي الليبتومنينجل انهانسمنت، يبقى الكلمة اللي هتنور في دماغي أول ما أسمع ساركويدوزس ليبتومنينجل انهانسمنت، very rare إنه ده موجود في الـ MS، دايما شايفين كده شايفين ده ليبتومنينجل انهانسمنت. يبقى ده نيوروساركويد. طيب الكادازل، الكادازل ده اللي احنا عارفين السريبرال اوتوزومال دوميننت ايه ارتيريوباثي، معاها ايه؟ سبكورتيكال انفرت. سبكورتيكال انفرت يوجوالي هتبقى ديفيوز، واخده الانتيريور تمبرال بول فيري كومن، وهيبقى البيشنت يونج، وشكل الفيتشرز بتاعه الليجن شايفين عامله ازاي؟ لوكالايز وايت ماتر، بس هي لارجش كده، سبكورتيكال لاكيونز كده، هي اكبر من اللاكيونز، ممكن تبقى اكبر، تبقى سيستك ليجنز، ممكن تاخد كمان شكل ليوكو انكيفالوباثي، فما تلخبطناش. احنا كده خلصنا مين؟ خلصنا الديفرنشال دايجنوزس، فاضل لنا اخر سلايد واحد بس، هاو تو يوز ذا ام ار اي ان مونيتورنج. انا عارفه ان انتوا سمعتوا عن الري سكور كتير جدا، فانا مش هدخل في تفاصيله، انا عايزاكم تعرفوا ان الام ار اي كرايتيريا في ان انا اشخص او استعمل الام ار اي او اعرف ان البيشنت ده is responding ولا non responding، عشان ابتدي اقول انا هكمل على الدي ام تي بتاعي ولا هغير ولا هاستلي، هستعمل الريسكور، وده اللي احنا بنستعمله في الاصلعين. بستعمل الكرايتيريا بتاعتي، كل ما الكرايتيريا زادت كل ما معناه العيان مش كويس بالمنطق. لو انا عندي 2 ليجنز او اقل، غير لما يكون عندي واحد اللي هو 2 active ليجنز، يبقى الاكتف ليجنز التي 2 اللي احنا قاعدين نوصفها مهمه جدا في المونيتورنج اوف اور ميديكيشنز. يبقى لما الاقي الريسك سكور بتاع البيشنت عالي، معناها this is a not a good responder، فالبيشنت ده ابتدي افكر. ناخد كده كيس ايه سيناريو عشان نقفل بكيس سيناريو. انا عندي بيشنت عندها 20 سنه، مهندسه بتدرس هندسه، جالها رايت اوبتيك نيورايتس، اخذت 5 ايام اي في مثال تريزلون، فطلع الحمد لله كومبليت ريميشن، ابتدينا ندي الانترفيرنس بتاعتنا، شيز فيري يعني كومبلاينت وماشيه زي الفل. 5 شهور اوبا جالها اتاك تاني. ايه الاتاك التانيه؟ ليفت اوبتيك نيورايتس. ادينا تاني انترافينس ميثامبريدزولون فور 5 دايز. طيب الحمد لله كومبليت ريميشن، كملنا على الانترفيرون بيتا اللي احنا ماشيين عليه. بعد 4 شهور العيانه جت بقى بسيمتومز تانيه اشد، جت باللور لمب ويكنس ويتش از اسيمتريكال، ابتدت تدخل في الكونتيننس وابتدت تبقى انستيل. الاي في اس اس بتاعها ابتدى يبقى 6، ده احنا كده كنا بنتكلم على ارقام قليله خالص. خلي بالكم يا جماعه، اوبتيك نيورايتس هنا خفت خالص، اوبتيك نيورايتس هنا خفت خالص، لا ده احنا هنا الاي في اس اس بتاعنا 6. ادينا 7 ايام العينه اتحسنت، بس اتحسنت من 6 حصل بارشال ريسبونس، الاي في اس اس بقى 5. طيب ابتدينا نتكلم، طيب هنعمل ايه؟ هنكمل على الانترفيرون، هنوقف الانترفيرون، هنغيره، هنعمل parallel shifting، هنعمل ايه؟ فابتدينا نتابع البيشنت دي after 6 months في الاي دي اس اس till 5. All through her medical through her disease course the patient is complaining of fatigability. تعالوا نشوف كده الام ار اي بتاعها. الام ار اي زي ما احنا شايفين كده في ليجنز، لما جينا عملنا نيو ام ار اي لقينا فيه نيو انهانسنج ليجن، يبقى معناه ان انا عندي اكتيفيتي. طيب نيجي نبص على السباينال كورد القديم،
قارنا بالجديد لقينا نيو ليجنز. يبقى بالريل سكور this patient is adherent to her medication ماشيه زي الفل، لكن الديزيز از worsening. كل شويه يجي لي اتاك اربع شهور خمس شهور وبعدين اخر اتاك والايدي اساس بتاعي بيزيد. طيب لو حسبنا الريو سكور الام ار اي في 1 نيو ليجن وفي 1 برين ليجن وفي 1 سباينال كورد، بس كده زيرو. اعمل ايه؟ كونسيدرنج لوكيشن وكل حاجه، لو كملنا الكرايتيريا ريلابس ده فيها 2 ريلابسز على الفيرست دي ام تي يبقى تاخد 1. طب والاي دي اس اس؟ لا ده احنا بنسوق. يبقى لو استعملت الريو سكور هلاقي ان البيشنت ديت از فولفيلنج ذا كرايتيريا انها شيز نوت responding to the interference. فابتدينا نعمل escalation. يبقى انا استعملت الـ EDSS اسفل استعملت الـ RISCO عشان اقدر احط الـ patient on a better DMT using the active lesions and MRI. شكرا. كده خلصنا المحاضرة زي ما اتفقنا يا جماعة. لو في اي اسئلة عن المحاضرة الـ PDF حاضر. حاضر هبعت الـ PDF دكتور ابراهيم. لو في اي اسئله زي ما اتفقنا انا حاطه الايميل في الاول. اي سؤال ريليتد لو سمحتوا ابعتوه وانا هرد عليكم. يا رب تكونوا استفدتوا من المحاضره. اسفه ان انا طولت عليكم. ولو في اي اقتراحات لو عايزين اي محاضرات ثانيه نتكلم فيها ابعتوا لي. انا كنت بقول للدكتوره مروه ان احنا ممكن اقول لكم البيزكس اوف سيتي برين فمش عارفه احطوها ولا لا، او كلينيكال اكزامينشن. فشوفوا انتوا حابين ايه وابعتوا لي واحنا ان شاء الله نتقابل تاني. واسف على الاطاله وكل سنه وانتم طيبين.